يواصل معرض مرسى مطروح للكتاب فعالياته حتى 13 من أغسطس الجاري. أشاد محافظ مطروح خالد شعيب بالمعرض وما يضمه من زخم ثقافي مع أهمية الإعلان عنه وتشجيع وتحفيز القراءة واستغلال الإقبال السياحي الكبير على المحافظة في الترويج والدعاية للمعرض، وما تمثله القراءة من أهمية في بناء القدرات المعرفية والثقافية وبناء الإنسان. سعداء بوجود هذا المعرض القوي اللي فعلا يعني كل الكتب هنا كتب متنوعة وكل الثقافات موجودة في كل الأنشطة. وطبعا ما جه في وقت كويس جدا ان احنا كل محافظات مصر موجودة في مدينة مرسى مطروح بيصيفوا عندنا، فطبعا والمعرض موجود على الشاطئ، فزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، يعني ده كان كده هينمي يعني موضوع القراءة عند الشباب والأطفال والكبار والصغار. لما تجولت في معرض الكتاب وجدت أنواع متعددة من الكتب للطفل، طبعا لهم كان كتير جدا كتب متوفرة في مختلف دور النشر هنا داخل معرض الكتاب، أدى الكتب المترجمة، القصص. واحد فرحان لما شاف المعرض، نشاط كبير جدا لوزارة الثقافة، كتب متنوعة، كتاب متنوعين، في قسم خاص للأطفال ده بينمي فيهم ثقافة الطفل، ودي حاجة جميلة جدا ان احنا متواجدة في مطروح. اللي عجبني لعبة الذكاء والقصص والرسومات التلوين والبازل